بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ دلهان تبطا وضيال كسور دواد وروحي دلك قده سيد بدي سباني دي كهينة هبين كن عاواه او دي كي من يستوديو كوبا دي شفك دا عالم يهلوناك نيوز اما قال دهر جيسا واركنا وحيد اخرية هديا لها وطلا وقال دوانيكو احمد اسماعيل عبدية واركي اوفيد سن وزير كوزارة داري مها قدها سومالي لان محمد كاهين احمد ايا مان تمر وكولا لقاتي قده حصات كنبت قلية دي دفاع ايا كهدلي ماير لوان لغو عليه مساري دقمو كتيثن حرقيسا وزير كايا الشيقين وشرعي قبال مرسن يحي وحان ويدي مالك اوقوه ريسا انكو دا قرن بين اللحايا قرن كين حل دستور بولي قرن كاسينا هل كيسي دستور وحاو تلمامي شروع هي قوانين دستور كقرن كاح الفرعنتا هاي منك هذا هاي لو حيرك ونسك السومالي لان حيرك كلام الكوة ده هدلي وحيرك أنكو رمضاني الكوبرنال الإسلامي الكوبرنال الدموينك حير رفرة بدون النوع عسل لنا حيرك استانوكو كهذا يا قرن لمدى السومالي لان هذا يتشار إلا بمبوليو حوين لغنى ماخا عيد معارض معارض كل حيرك يدستور كالسومالي لان دو كتشرا أرجع سأرجع وين ما قرن لمدى السومالي لان دي من الجليد الجديد ميسو وعيد بال مرتي إنك استعبها كواد سنة سحرك خلك إذا ماذا بليس جينا بتقولي ده طلقة تلابي كي كنقول أمره وكم تجلس قدوميا حسب كم عارض كوعد نحن نرفيس العلي ورابي وما تشير شرايط هو قبته حفيز كيسة أيام بدحوينا مصبيح والسوتشي ريئن وذاك الفقان شو سوق على ضحك لا برشد الصومالي لان قدوميا هو عارم هاسي كهذا وحاويدي حوالت إنه موس أضيار هان وكتش عليه هاي قرمتين لقرمو وشعليه إنا ليو يوتمو ودقن وكسو نورا تدوي لما تكا سنوالا وها إنو هاد يقول أن قف معارض وشري أي وها ما كانوا شريت تلقود بديسي لوحا ملين وحكا لما هاي بدكو سيكا فكي وانا كاقو معي إنو شاني أفرت من الهرلي وشاني أفرت من الوح محرة عنو كو هادل كي أنا وانو أقلاني إنو مدحويني يحي ونو ياري ونو عسومي أنا يودانه إنو مانتا إستقي وكويش المار قريب ويراه محكمة هلا تروا وأد ما نروح معه ما كا مدحوينا هني وما ديارها إنه وح كلمة وح قر أو ما ذلك شيء على أو مشكلة ده إنه حليه نقول ديارة معه استجيب مدحوينا هاد دام يستجوب حلين من يوم قلت كان الصاري اللي كتر ماشة وقت هو دم عادي أي هو حليني ويسكسي فدي يعني استجيب هيك مشاريع هيك يسدوك سو بحوينا شريهانا ولا مرة يعني بيتما شريهانا شر قرآن وقرآن كتشان كو إيجي منينو haddaanu aragnay inaanu lehayn karti wad oo hoggaanimo oo Soomaaliland halka marista uu ka saari karo haddaanu aragno oo galayna dalkayga burburiyamoos waanu ka hortagina waanu ka tashanina haqna waxaanu leenahay inaanu wadankayga badbaadin anaga dalbanay markuu mucaaradka ahaa ee uu fadhiyay daahir yaale waxaanu hala kala diro way kala diray waxaanu yiri hala hala halka ay baarlamaanka la soo xulso horisii doorashadiisa uu noqo ogalaaday waxaanu tuub si loo qaybiyo kuraasida saddexda xisbi oo saar wuxuu ka socday kulmiyo ka socday siyaasiyiin ka yimid markaa qaybinay labada state markaa madaxweynahani uu ma diyaar aha inuu wax kalmad wax qor oo dalka fiyaalo oo mushkilada inuu xaliyo inuu diyaar ma aha isagoo madaxweynaha hadaan isagu xalinay من يوم قلت كان لصاري اللي هي كتر ماشة وقته وده ما ضي أيه وحلني ساق هذا أنا الحين لما صارنا هدو قوم وايو وقت جود قوم وايو برمان كاسنا فردي مايو إسه جنا هو جان كيس وقت شننا وقت شننا وعذان إسه إنا نكباس تي ودرك حكم عليهم هدي تاس عداتو قفكو وحوي والأركتان دولة دي سواركتان سجال بيوتو حقبة تمجرتو وأركت خارج يديني وأنا كان فرنا وأركت في الموشن كيدي يريد وأنا نجا أتكاري ميل قلوا إنه في يوم قبته ما شرته ميل وأركت برج السنة وقلب علي وحو كارتر برسن كارتر وحو دور شديد كواي هو نص إيران إيران كيو أيو طلع قبص علي إيش على جالس أيو كواي دور شديد يا لومي ما أنت دل كيني سنة تبري يا لومي ما أنت دجال نجلي إذا مديني intay tuulo fadhiyaan cad ceeda fadhiyaan waan horta waan taaladeenaya ayaa kulba inta la isku soo urursado inta la isku soo urursay aan isugina
oo maalin kasta inta la soo weeraro ayaan daawanna leey military bal ba sameeyay inta military ahaan ninka leey military ma nahay waniga galan waaye war ciidankaagan maalinkasta lagu soo duuliyo inta lagu soo duulin is abaabuliyaan adoo aataaga qaad kala sa kala eri shirka golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo garow ka furmay kulankii afraad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd ka furmay magaalada garow ee xarunta Puntland kan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo galmudug qodobada inta shirkani socdo laga hadli doona waxa kamid ah xaaladda siyaasadeed ee dalka khilaafka u dhaxeeya dowladda maamul goboleedyada amniga iyo qodob kale sida uu sheegay madaxweynaha Puntland Cabdiwaali Gaas oo ah gudoomiyaha madasha wada tashiga dowlad goboleedyada marka uu shirkani soo idlaado ayaa waxa la filayaa in la soo saaro qodob dhowr ah oo ku waajahan xukuumadda iyo beesha caalamka shirkan garowe ayaa ku soo aaday xilli aan wali xal laga gaarin khilaafkii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo markii maamul goboleedyadu ay hakiyeen wada shaqeyntii federaalka waxaana baaqday shir uu isugu yimaadeen madaxweynaha farmaajo oo lagu xalin lahaa tabashada ay qabaan maamul goboleedyadu Mareykanka oo sheegay inuu ka baxay heshiiska dhinaca xufka ee Ruushka ka dhaxeeya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ruushka uu jabiyay heshiiskii 1987-kii oo dhanka nukliyeerka oo ay hore u wada galeen dowladaha Ruushka iyo Mareykanku Trump ayaa ka dhawaajiyay in Mareykanku uu ka baxay heshiiskaasi uu mamnuucay Madaxweynaha Mareykanka waxa kale oo uu sheegay in dalkiisu uusan ogolaan doonin in talaabo dhinaca nukliyeerka laga qaado xukuumadda Mexico iyada oo aan la ogolaynin Mareykanka ku soo hadal qaaday sababta madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ugu waayay arintan in uu ka baxo gabi ahaanba ama wada xaajoodka lagu galo ayuu sheegay inuusan ogeyn sababta ay sidaasi ku dhacday balse uu isagu ka bixi doono sidoo kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in arintani aanaysan micnaheedu ahayn in Mareykanku uu midowga Yurub cadaadis uga imaado isagoo xusay in dhaqdhaqaaqyada Ruushka uu horseedi karo loolan hor loo oodhanka hubka ah wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa dhankiisa lagu soo xigtay in uu u sheegay in tallaabadani ay gadaal ka riixayso dowlada kale waxaanu xusay inaanaysan ahayn wax sidaasi u ballaadhan oo muran dhalin kara gantaalada ridada dhexe balse Mareykanka ayaa ku adkaysanaya inuu Ruushku uu awood u yeelan karo inuu helo sawaariikhda uu weerari karo wadamada way ku buhoobay gaashaan buurta NATO taasi waxay noogu eeg warwixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa baan idinkahinay habeenkana caawa wanaga intaas intan warka xiga ku kulmayno dhammaantiin iyo dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.